أريد الكل يركز بهاي الصورة زين، لأن هاي الصورة هي أول مشاهدة حقيقية قبل 10 سنوات للهيرة براين. وهذا الفيديو فيديو قديم إلي أنا وصديقي عبسي بالنذر، كنا نعمل فيديو طبيعي جدا، بس بعد ما عدت الفيديو ورا أكثر من 2 شهر انتبهت على شيء خطير ما كنت شايفه. الهيرة براين. الشيء المرعب أكثر هذا الفيديو صورته قبل 2 يوم، ومثل ما تشوفون هذا الفيديو إذا قربنا أكثر وأكثر راح نكتشف إنه أنا مجرد داش حد لايكات شباب واشتراكات، لذلك اشتركوا شباب ماكو داعي إن أنا أشحد مرة ثانية. أنا ناوي أسطورة الأساطير أفضل لاعب بماينكرافت، واليوم مو بس راح نستدعي الهيرة براين الحقيقي وإنما راح نخليه يهزم اللعبة على مودنا باستخدام كودات وبرمجيات معقدة جدا وصعبة. هاي التجربة اليوم راح تنجح، لذلك أحذركم هذا الفيديو راح يكون خطير لأنه سبق واستدعيت الهيرة براين بنجاح. اوكي عبوس استعد، راح اضحي بالدايموند مالتي ضحيت بي، انت بقى تضحي بالدايموند مالتك عبسي، ضحي بالدايموند مالتك، حان الوقت حتى تستدعي لي الهيرة براين. اوه الدنيا صارت ليل وقامت الهيرة. هذا شنو هذا؟ الاخوي هذا عبسي، عبسي هذا مو هيرة براين، اعتقد استدعينا الحمار براين عبوس اخوي، اخوي فشلت الخطة. اوكي يبدو انه استدعيت الحمار براين بدال الهيرة براين، بس اليوم قررت ازيد التحدي، ليش؟ لان انا اسطورة وراح استدعي اكثر من هيرة براين واحد، وببساطة راح اخليهم يهزمون لعبة ماينكرافت على مودي وعلى مود صديقي الخبل عبسي، وايضا راح انطي للهيرة براين القدرة على انه يرسبن ويا حرف مطبوع على جسمه، يعني بين قوسين الهيرة براين اليوم لأول مرة بتاريخ العالم كله على ماينكرافت راح يحكي ويانا. بديت ابحث عن اول سيد ملعون شوهد بيه الهيرة براين وقررت ادخله. اخيرا دخلت للخريطة اللي هي المفروض خريطة الهيرة براين، بس الخريطة شكلها متغيرة تماما، واكو هنا كوماندات، شكله كان اكو واحد قبلي يحاول انه يسيطر على الهيرة براين. عدلت على ذني الكوماندات وعدلت على البلوكات، بس المشكلة كان اكو مصيبة ما توقعتها ابد. صديقي الاسطوري عبسي، ولك جارك هنا عبوس يا مسخم، ما تشوف هيرة براين الجو محترق، الوضع صعب وانت تخاف، تشبيك انت؟ ولا قوة الا بالله، والله هذا خبل، شكل الوضع راح يصير اصعب، ما هو اصلا صعب، ولك امشي امشي ولك لا حول ولا قوه. شنو ذولا؟ هو يبدو انه لقينا مجموعه من القرويين، ذول القرويين عيونهم تشبه عيون الهيرة براين، اقعد ولك لا ضرب بيهم، ذول ايش يبدو من عندنا؟ ما ادري، ولكن ذول ماخذين المكان سري وخطير جدا، الماب غريبه جدا، والماب عبسي هاي الماب ملعونه بشكل مو طبيعي، هاي الماب القديمه شكلهم سووا بها تجارب خطيره جدا، يبدو ان هذا الطانه دايموند. أوه. أوه. مكان استدعاء الهيرة براين، يبدو انه يبدونه نستدعي للهيرة براين، معقولة؟ انا دايموند هنا، بس يبدو انه ماكو شيء يصير ابد. هل الرعيدة الهيرة براين، الهيرة براين اجانا عبسي، الهيرة براين، اول هيرة براين نستدعيه من ماب الهيرة براين القديمة. ولك تعال ولك وين رايح؟ لا قوة الا بالله، الهيرة براين الاول استدعيناه، هل هذا الهيرة براين راح تتبع اوامري انت بعد ما برمجتك؟ ويبدو انه عليه حرف مثل ما برمجته اني، اذا الهيرة براين عليه حرف، جيد، الوضع مرعب جدا، الهيرة براين اختفى، ولكن المفروض انه هذا الهيرة براين راح يكون اول هيرة براين يساعدني حتى اهزم لعبة ماينكرافت. الهيرة براين بدا يمشي لوحده، انا وعبسي طبعا قمنا نمشي وراه نريد نعرف وين يبيد يروح هذا الهيرة براين. دخل لهاي الصحراء الغريبة، بس بعد نفس السيد، هل هذا الهيرة براين عنده شيء يبيد يورينا اياه او لا؟ ما ادري، بس انا برمجته، كان المفروض ابرمج عبسي، والله انا عبسي خبل، برمجته انه هو يساعدني، لذلك خلينا نشوف شلون راح يساعدني. نشوف قاعد يمشي من دون ما ينحرف او يسوي اي حركة، هذا وين رايح؟ ولك تعال اخوي انت ما تقول لي وين رايح، لا حول ولا قوة الا بالله. خلينا نشوف هو، اذا هذا الهيرة براين عليه حرف واو، اوكي اذا يأشر لنا براس عبسي، تعال تعال وراي، الظاهر يريدنا نصعد هنا على هذا الهرم، والله هرم غريب هنا موجود بالنص عبسي، يعني تعتقد انه هذا الهرم اكو شيء واكو سر هنا ما ندري، ولكن انا وعبسي ورا هذا الهيرة براين، ولقد اخرجك خلينا نفتهم. اوه طيب هذا مكان استدعاء مال الهيرة براين الثاني، جيد يبدو انه جيش الهيرة، ولك تعال وين رايح ولك؟ جيش الهيرة براين مالتنا بدا يكمل، بس هذا الشوب راح نستدعي، هل يراد انه نرمشي؟ اوه وش يبيده هذا الهيرة براين؟ شنو هذا البيدك؟ دقيقة مستحيل، هذا الساند ارمر، فشي مستحيل، خلينا نذبه هنا ونشوف، ذبينا هنا الساند ارمر، هذا مستحيل يكون اصلا موجود بلعبة ماينكرافت، واحنا نلعب نسخة قديمة جدا، بس خلينا نشوف ايش راح يصير، اوه الهيرة براين الثاني،
استدعيناه علي حرب فراء الهيرو براين الثاني علي حرب ولك تعال يبدو انه عبسي شيرت الهيرو براين الثاني علي حرف ار وحرف راء ذا الحرف الاول واو الحرف الثاني راء هذا الهيرو براين طبعا قاعد يفوت منه انا اوكي اوكي هذا الهيرو براين انت تسمع كلامي تسمع كلامي هيرو براين الثاني هذا اللي اقعد اقعد بصف هذا الهيرو براين الاول روح اقعد اوقف هناك يلا اوقف هناك اوكي جيد يبدو ان هذا الهيرو براين يسمع كلامي هم نشوف ايش راح يصير وضح صار خطير جدا دول الهيرو براينز ما ادري ايش يبدون صراحه ولكن واقفين هنا صار لهم ساعه اوه شوفوا وين راحوا اوه ذولك يوم الهيرو براينز ذول ايش يسوون حبس شنو هاي يبدو انه بنوا بوابه من بعيد والله شفت قوي هذا سوبرمان هذا مو هيرو براين زين شنو البوابه شنو نسوي بيه اوه قاموا يطيرون عبوسي شنو السالفه ما حد يدري لحد الان ما ادري نفتهم شياني وعبسي ايش يسوي هذا ما حد يدري جس اخوي الهيرو براين اوه ها شنو هاي ده وقع قداحات اخوي هذا وقع مليون قداح اللعبه قامت تتلاق ولا اخوي هالقداحات ايش تسوي يبدون ندخل بهاي البوابه الظاهر عبسي عبسي استعد خلينا نجيب قداحه ونروح يلا عبوسي ولك تعال ولك يلا مصقر تعال لا تخاف تعال تعال عبسي صيب شجاع الظاهر انه عبسي باوع انا مبرمجهم انهم ما ياذونا راح يساعدونا اوكي الظاهر انهم يبدون نروح للنذر ليش ما ادري ولكن خلونا نفتح البوابه ونروح للنذر نشوف ذول الهيرو براين ايش يبدون بالضبط من عندنا بالنذر بعد ما وصلنا للنذر مشينا شوي انا وعبسي هنا هذا النذر هو اغرب نذر اشوفه بحياتي حرفيا ماكو اي شيء عايش هنا هذا النذر غريب جدا بهذا السين بس لحد اوه ذول الهيرو براين يبدو انه واقف هنا والاخو يبدو انه قاعدين بني طريق هنا عبوس تعال 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 عبوس تعال خلينا نشوف يبدو انه الهيرو براين يبدو انه مفوت منه انا تعال عبوس تعال تعال اوه هذا الهيرو براين الثاني هذا نفسه والله ما ادري تعال عبس تعال خلينا نشوف ايش يبدون ذولي ايش عملنا هنا اكو شيء اوه اكو سيف وجولد اوكي خلينا ناخذ ايش كم شغله اوه شكو اوه يبدو انه اكو واحد هناك يبدون كتله اخوي انا ذولي جايبهم ما يساعدوني انا اهزم اللعبه لو هم لو انا ما اهزمها اوكي مو مشكله خلينا نشوف الهيرو براين شكلهم خايفين من هذا هذا من نسخة قديمة كلش يبدو انه مضروب او صاير بي شيء تعال ابس تعال خلينا نفتهم ايش يصير هنا يبدو انه الهيرو براين كانوا يخافون من هذا الشخص اللي كان يحمي شيء هنا ما ادري شنو هو اوه بوسي باوع اكو راس مال هيرو براين جوه يبدو ان هذا هيرو براين النذر اوكي خلينا نجيب هذا الراس ونطيل الهيرو براين اللي استدعيناه اذا سلمنا الراس لذول الهيرو براينز واحد حرف واو والثاني حرف راء اعتقد ور شنو هسه ايش راح يصير انتم المفروض انتم تغلبون اللعبه شو ذولك شو ما يسوون ما من ماي فايده احنا قاعد نخدم بيهم عبوسي ايش قاعد يسوون ما حد يدري لكن يبدو ولك اقعد اقعد يبدو انه ذول اختفوا والراس واحده طار لا حول ولا قوه هذا فيلم رعب صار عبوسي اوه يبدو انه ولك عبسي تعال تعال يبدو انه الراس بدا يطلع له جسم ورجلينات وايد وايدينات اثنين ولك ايش دا يصير هنا عبسي والله دول مرعبين جدا الهيرو براين بس هذا الهيرو براين شوف حرف الف عبس انت وين هذا يمكن حرف الف على الهيرو براين والله ما ادري جيس اختفى اختفى عبوس اختفى هو يط فوق يط فوق عبسي شو نسوي يا الهيرو براين لازم يساعدونا هذا وين راح هذا وين راح الهيرو براين هو عبسي بعد ينزل جوا يحفر جوا عبسي هذا وين رايح هو اكو ماي جوا عبسي اكو ماي جوا عبسي بدنا عبسي شيت شيت ورا عبسي احنا اوكي نزل هنا خلينا نشوف تعال عبوس تعال لا مستحيل احنا بس 6 جولد احنا بس 6 جولد عبسي هذا يبدو انه هذا الهيرو براين جابنا لهنا مستحيل اذا طلعنا من النذر جابونا راسا لهنا بس ما عندنا عيون احنا كل شيء ما سويناه حرفيا بالنذر لا جبنا عيون لا جبنا بليزات اوه عيون اوكي اوكي اذا هذا طانا عيون اوكي تمام تمام اذا راح نفتح البوابه اوكي ولك يلا يلا عبوسي اذا لحد الان ساعدونا حتى نفتح البوابه اوكي يا العين اختفت ما ادري وين راحت بس مو مشكله اوكي عبوس استعد يبدو انه اللحظه حانت حتى اتوجه انا وياك الى الاند انطلق يبدو انه وصلنا للاند عبوسي اوكي بس الوضع غريب ماكو اندرمان انا متاكد انه هاي الالوان تعني انه اصلا التنين ميت ماكو عنده كريستلز وفعلا ماكو تنين ويبدو انه التنين ميت تعال تعال عبسي يبدو انه فعلا التنين ولك دوخ وجهك قلم باوع التنين ميت هنا اوكي بس اكو بيك اكس هنا اكو هنا هيرو براين عبسي بوع جيب البيك اكس اعتقد لازم نحرر هذا الهيرو براين هو الاخير لانه موجود هنا بالان صح؟ مفروض يعني تعال تعال عبسي اوكي عبسي هذا المفروض يكسب البيدروك اوكي المفروض انه هذا يكسب البيدروك ونحب انه نوجه رساله انه عبسي مو جيم مود باعوا عبسي راح يكسب البيدروك بهذا البيك اكس وهو مو جيم مود شباب بدا يدمج اذا حررنا
يابا باين بس هسه ايش راح يصير؟ والله ما ادري شو لحد الان كل شيء ماكو. لك يابا افتهمنا ما تقول لي ايش بيك اوه قام يتحرك هذا قام يتحرك. اوكي اعتقد انه احنا حررنا هذا اللي اصلا اكو بوابه وكان ينام حاصر بالبيدروك. اعتقد ما كان لازم نحرره عبوسي صراحه، بس لحد الان حررنا اربعه كل واحد عليه حرف. المفروض انه هذا راء هذا كاف، شنو هاي الحروف؟ شفتهم الف راك، شنو يعني راك؟ اه شو هذول شنو هذول الحروف؟ واو ورا وراك اه امشي امشي هذا الهيروغليف الحقيقي. امشي اعتقد ما كان لازم نحرر. امشي هذا جاي علينا، امشي هذا جاي علينا، امشي اطلع من اللعبه، امشي اطلع من اللعبه بسرعه، اطلع من اللعبه.